طبعا المتظاهرين والاحرار لهم مطالب. اول مطلب اسقاط امير او قائد هيئه تحرير الشام ابو محمد الجولاني وحل الاجهزه الامنيه اللي ظلمت اهلنا واخواننا العسكريين ثوارنا الابطال. ونحن كشعب حر ما راح نسكت على ضيم مهما طال الزمن. وطبعا مطالبنا العامه هي اسقاط بشار الاسد وخروج الاحتلال الايراني والاحتلال الروسي وتوحيد المناطق المحرره وانشاء حكومه مدنيه واستقلاليه القضاء ليحكم بعدل بين هذا الشعب العظيم. يا الله منا غيرك يا الله، يا الله منا غيرك يا الله. قامت مظاهرة في بلدة حزانو لإسقاط الجولاني والأمنية بسبب ظلمهم وجورهم على الشعب المكلوم. فخرج الشعب بلدة حزانو والقرى المجاورة للتعبير عن الرأي.